ولهذا ترفض بلادي التسليم بأن النزاعات هي قدر مكتوب على منطقتنا، فنحن على ثقة بأن الأمن والاستقرار والازدهار سيعود لليمن وسوريا والسودان وليبيا والعراق ولبنان، وأن الدولة الفلسطينية المستقلة ستقام على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ولكن هذه الجهود لن تؤتي بثمارها إذا لم نقتلع جذور التطرف والكراهية والعنصرية من منطقتنا والعالم. فقد أصبح جليا بأن خطاب الكراهية والتطرف يرتبطان بشكل مباشر بانتشار النزاعات وتفاقمها، وهذا ما أقره مجلس الأمن حين اعتمد في يونيو الماضي قراره التاريخي رقم 2686 بشأن التسامح والسلم والأمن الدوليين، ضمن مبادرة رائدة لعبت بها الإمارات دوراً أساسياً.